والآن وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية، نعود فيها من جديد إليك شروق. شكرا دينا وإيمان، أهلا بحضراتكم من جديد، وآخر جولاتنا جولة أخبار الطقس ودرجة الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 24، الصغرى 15، الإسكندرية 23 14، مطروح 22 13، بورسعيد 22 14، الإسماعيلية 25 13، السويس 25 15، العريش 22 14، طابة 22 14، شرم الشيخ 26 18، الغردقة 27 17، الأقصر 26 11، أسوان 27 15، الوادي الجديد 26 8، شلاتين 28 21، حلايب 25 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.